يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحدى أكبر المفارقات السياسية في مواقفه بشأن التدخل في شؤون الدول الأخرى واختراق سيادتها، فهو يرفض تدخل أي دولة في شؤون أكراد بلاده، فيما لا يرى أي حرج في أن تقوم المخابرات التركية باختطاف مواطنين أتراك في كوسوفو، بل ويحرض الشعب في كوسوفو للتظاهر والإطاحة برئيس الوزراء هناك. سعي الرئيس أردوغان للتدخل في شؤون الدول الأخرى وانتهاك سيادتها يبرز عسكريا في سوريا وتنظيميا دينيا في عدد من الدول العربية من خلال تنظيم الإخوان، وفي البلقان والدول الأوروبية من خلال تحريك الجاليات التركية ضد حكومات دولهم. أثارت عملية اختطاف تقف وراءها الاستخبارات التركية لستة عناصر من أنصار الداعية فتح الله جولن من كوسوفو تساؤلات بشأن الدور الذي تقوم به تركيا في المحيط الإقليمي والنفوذ الذي بدأت تسعى لترسيخه داخل حدود القارة الأوروبية. ويشير المتابعون إلى أن أردوغان يخطط لإعادة إحياء الهلال الإسلامي الذي حققته الإمبراطورية العثمانية في البلقان اعتمادا على استراتيجية وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو. ويحذر خبراء استراتيجيون من أن تركيا تعمل بشكل متسارع على تعميق نفوذها في البلقان، خاصة مع نجاحها في تطبيع العلاقة مع روسيا عبر تنازلات محدودة في سوريا وانكفاء أوروبا عن لعب أدوار فعالة في حماية الكيانات الصغيرة التي انضمت إليها. لكن طموحات أردوغان تمتد إلى أبعد من البلقان، فقد اعتمد على إثارة المشاعر القومية والدينية لدى ملايين الأتراك المهاجرين في ألمانيا امتدادا إلى فرنسا وهولندا وحتى الدنمارك. نفوذ أردوغان وسلوكيات مناصريه في هذه الدول أدى إلى موجة عداء مضادة ذهب ضحيتها أحيانا سكان مسالمون، كما أن الخلافات السياسية المتصاعدة مع بعض العواصم منذ الاستفتاء الأخير على الدستور التركي زادت من رغبة الرجل في التحريض وتقديم نفسه كزعيم للمسلمين يدافع عن حقوقهم ويهاجم خصومه، وهو ما فعله عندما هاجم القمع الإسرائيلي في غزة وغض الطرف عما تقترفه قواته في عفرين. لكن هذا الرقص على الحبال والتحرك في كل الاتجاهات يظهر أيضا برأي البعض أن بوصلة الرئيس التركي لم تعد مستقرة على اتجاه واضح بعد أن أجلت بروكسل حلمه الأوروبي وحجم جيرانه وزنه الإقليمي، فما بقي من أوراق بيده سوى العودة إلى ذكرى الإمبراطورية التي انهارت قبل قرن من الزمن. إذن يوسف، يعني لا يتردد الرئيس التركي أردوغان في التدخل في أي دولة إذا كان يرى أن مصلحة تركيا تتطلب ذلك بغض النظر عن مبادئ السيادة وكل هذه الأمور فيما يتعلق بالدول الأخرى. هو في سياساته الخارجية أصبح الآن يعني فعلا يشبه يقلد إيران بشكل كبير باستخدام كل ما يمكن استخدامه من أدوات من أجل التدخل في شؤون الدول الأخرى، مثل تنظيم الإخوان مثلا دينيا في العالم العربي، المواطنين من أصل تركي في ألمانيا في هولندا شاهدنا يعني كيف كان يحرض على الحكومات هناك المواطنين. لكن ما حدث في كوسوفو كان فعلا يعني غريب، يعني المخابرات التركية يبدو أنها جندت حتى وزير الداخلية في كوسوفو من أجل اختطاف هؤلاء، وأردوغان لا يريد لرئيس وزراء كوسوفو أن يعترض حتى، يعني الذي هو كان الزوج المخدوع لم يعرف بأي شيء على يحدث على أرضه وتوعده بأن يدفع ثمن اعتراضه على هذه العملية. طيب دعنا نسأل ضيفنا عن بعض هذه القضايا. معنا من أربيل الآن أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كوي الدكتور سرباست نبي. دكتور سرباست مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد. نتحدث عن هذه السياسة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحيث يعني لا يتردد في أن يتدخل في أي مكان في العالم إذا كان أن ذلك يقتضي مصالح تركيا بغض النظر عما سيكون رد الفعل من هذه الدول. كيف نفسر هذه السياسات برأيك؟ مساء الخير لكما. مساء النور. وحقيقة الأمر هذه أسئلة مهمة وهذا تحدي حقيقي الآن عواقبه السياسية على المنطقة خطيرة للغاية. هذا الهوس المحكوم به الرئيس التركي طيب أردوغان رجب طيب أردوغان، هذه التي يمكن أن نسميها أيديولوجيا العثمانية الجديدة التي يعتقد هو أنها ينبغي أن تنتصر بعد 100 عام من تفكك وانحلال الإمبراطورية عام 1923 كما يتوقع أو يتكهن هو،
هو يقول علينا أن نعلن موت اتفاقية لوزان، علينا أن نعيد إحياء الدولة العثمانية في حسب ما هو خطط لنفسه ولحزبه، أن يكون عام 2023 يعني بنهاية المئة العام، أن يكون إذانا بإعلان الإمبراطورية الجديدة. لكن علينا أن ندقق قليلا في طبيعة هذه النزعة الإمبراطورية لدى أردوغان. أردوغان هو ليس عثمانيا خالصا، أردوغان هو نتاج أسوأ ما في الأيديولوجيا العثمانية وأسوأ ما في الأتاتوركية. النزعات الدينية، النزعة الدينية البراغماتية التي يستغلها الآن أردوغان هي المذهبية المتطرفة التي ورثها عن العثمانية، علاوة على النزعة القومية الطورانية المتطرفة من الأتاتوركية. هو استطاع أن يدمج هذين المزيجين المتناقضين في أيديولوجيا جديدة أنا أسميها بالأردوغانية. طيب. بوضوح هي بالرغم من شعبويتها ونزوعها المبتذل وشعاراتها التي تنطوي على مفارقات فاضحة ومضحكة، أنتم أشرتم إلى ظاهرة حدث كوسوفو، وأنا أريد أن أتوقف عندها. يعني أنت قلت أنه يريد فعل، يقول لا يريد لوزان، لكن إذا لغيت لوزان ستعود إلى سيفر، وسيفر فيها يعني حقوق للأكراد تلتهم ربع تركيا. أيضا الرئيس أردوغان يرفض أي تدخل من أي دولة حتى نصيحة في ملفه الأكراد، يعتبر أن هؤلاء مواطنون في تركيا قضية داخلية. لكن كيف يبرر هو أن يحرض الألمان ضد ميركل من أصل تركي، يقول أنا لي الحق لأن هؤلاء يعني أصولهم تركية، بينما الكردي في سوريا ليس له الحق في أن يقول كلمة عن الأكراد في تركيا. صحيح، هذه أيضا هذه الانتقائية الذرائعية جزء من مفارقات خطاب أردوغان. أردوغان ينتقي بطريقة ذرائعية ما يحلو وما يبرر ويسهل لتحقيق أهدافه. مثلا وأبسط مثال حتى من ناحية القوانين الدولية، فرنسا هي الشريعة الوريث الشرعي الأقرب للدولة السورية، رغم ذلك هو يعتبر ما قام به في شمال سوريا وعفرين يعتبر أمرا اعتياديا، في حين ينذر فرنسا بأنه يندد بأي احتلال فرنسي لشمال سوريا. هذه مفارقة أخرى أيضا يعزز العقل الانتقائي لمثل هذا الهوس لدى أردوغان. انظروا إلى الجانب الآخر في شعارات وخطاب الإسلاموي لدى أردوغان. أردوغان يتباكى على القدس كمثال، يقيم كرنفالا من السخط على قرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس، يهيج العالم الإسلامي ويتلاعب بمشاعر دينية لدى الجميع، لكنه في حقيقة الأمر لا يقوم بهذا لسبب أن قدس هي عاصمة عربية أو تعود للشعب الفلسطيني أو هي إسلامية مسيحية، إنما يقوم بذلك اعتقادا منه إن للدولة التركية هي الوريث القانوني الشرعي ولها الحق المقدس في القدس. ومع ذلك نجد طابورا خامسا من الجماعات الإخوان المسلمين من يهلل له أنه السلطان الثاني المسكون بروح سليم الأول أو سليم القانوني، والمسكون بروح مراد السلطان. طيب. مراد، والذي سيعيد القدس للعرب والمسلمين بعد حين. لا، وعندما قال أيضا أنه سيقاطع إسرائيل أو شيء من هذا القبيل إذا تم الإعلان عن القدس عاصمة، هذه مفارقات مضحكة. نعم. معدلات، عفوا على المقاطعة، معدلات التبادل التجاري مع إسرائيل في العامين الأخيرين هي الأعلى في تاريخ الدولة التركية. تهكم وزير التجارة الإسرائيلي قائلا أنا لا أفهم هذه التصريحات، تهكم، وكيف نشهد هذا النمو الاقتصادي الآن؟ العلاقة حجم السياحة، تبادل السياحة في الشهر الأول من هذا العام وصل عدد السياحة إلى مستوى لا أتذكر بالقليل، لكن مستوى غير مسبوق، وكلهم عبر مطار تل أبيب يزورون القدس ويقومون بالبروباغاندا للأيديولوجيا العثمانية. ما يريده أردوغان هو على استعداد تام، بل ليس على استعداد، هو الآن يتعامل مع وجود الإسرائيلي ويستطيع أن يقدم أي شيء بالنسبة لإسرائيل بشرط واحد، أن تقبل إسرائيل بسطوته وهيمنته العسكرية والأيديولوجية في المنطقة، وهذا طيب اسمح لي دكتور سربست، ما هي نوايا أردوغان فيما يتعلق بأوروبا؟ يعني
الآن خلال السنتين الماضيتين شهدنا بشكل كبير يعني استغلال للمواطنين الأتراك المقيمين في أوروبا أو من أصول تركية. هل هذا في مصلحتهم؟ يعني عندما يكون واحد ألماني من الجيل الثالث جده تركي لكن يحرضه أردوغان على أن يخرج في مظاهرات ضد، هذا يخدم هؤلاء أم يخدم مصالح أردوغان؟ طبعا أردوغان يتعاطى مع الملف من مستويين، من مستوى التهديد قضية المهاجرين كما تعلمون السوريين، ويهدد على دوام بفتح الحدود باتجاه أوروبا وخلق بلبلة وإلى آخره. من جانب آخر يتعامل بصورة زراعية مع الأتراك الذين أصول بعضهم يمتد إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى وبخاصة في ألمانيا. هناك أمر ثقافي ينبغي أن نهتم به. ظاهرة الجيتو التركي في ألمانيا ظاهرة متجذرة وقوية جدا. الأتراك حتى نسبة العظمى لو أجريت دراسة أحصائية لا يدفنون موتاهم بالرغم من أنهم ولدوا عن من أب مات في ألمانيا، يأتون به ويدفنونه في الأراضي التركية. أردوغان يستغل هذا الشعور والولاء لدى الأتراك المقيمين في ألمانيا بصورة خاصة، والجالية الألمانية جالية تركية في ألمانيا كثيرة، مدارسهم خاصة، ولاءاتهم هناك، جيتو، علاقات بنية اجتماعية متماسكة داخل ألمانيا إلى آخره، وهناك وعي بالهوية متأزم ومتناقض. يعني هو الجيل الرابع أو الخامس المولود في ألمانيا لا يزال ولاءه لتركيا، هذا حقيقة ينبغي أن نعترف فيها. أردوغان يغذي الآن عبر شبكة من الجماعات والمنظمات، والدولة الألمانية في الآونة الأخيرة شعرت أنها أمام تحدي أمني واجتماعي وثقافي بالنسبة للأتراك. علاوة على ذلك زرائعية أردوغان يتجلى في تعاملهم مع قوى اليمين الأوروبي. مثلا حرضت الجالية التركية في هولندا على التصويت لحزب دانكي، وهو حزب يميني معروف بمعاداته للاجئين، لسبب واحد، أن المرشح أو الرئيس الجديد لهذا الحزب هو تركي ومحسوب على خط أردوغان. أيضا أردوغان يستغل المغاربة أو الجيل الثالث أو الرابع من المغاربة المهاجرين إلى فرنسا منذ عقود ما قبل الاستقلال. وهؤلاء المغاربة أيضا ولدت أزمة للأسف الشديد، جزء كبير منهم داخل الدولة الفرنسية. الآن هناك تياران في الإدارة الفرنسية، الإدارة الأمنية العسكرية إلى آخره. أيضا أردوغان يقوم باستغلال هؤلاء تحقيقا لأجندته السياسية. على الأقل هو يدرك أنه لا يستطيع أن يحقق كل أهدافه من ذلك، لكنه يستطيع أن يخلق البلبلة ويثير الأزمات السياسية والاجتماعية داخل الدول الأوروبية. شكرا جزيلا لك الدكتور سرابست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويي، كان معنا من أربيل.